وقعت كل من سوريا ولبنان على 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات مختلفة، وذلك خلال اجتماع هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي وزراء البلدين ناجي العطري وسعد الحريري. وفي أعقاب التوقيع اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وضم الوفد اللبناني للمرة الأولى وزيرين تابعين لحزب القوات اللبنانية. مراسلنا عساف عبود والتفاصيل. دخلت العلاقات السورية اللبنانية مرحلة إيجابية جديدة عقب التوقيع على 18 اتفاقية ومذكرة تعاون. رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ذهب إلى حد التأكيد على أن الخلافات السياسية الداخلية بين الأطراف اللبنانية لن تؤثر سلبا على تطور العلاقات السورية اللبنانية، مشددا على التزامه بكل ما يقوله. أنا بس بدي أقول لك شغلة، أنا ابن رفيق الحريري، وبس لما أحكي كلمة يكون صادق فيها بمشي فيها للأخير، فأكيد العلاقات لن تتأثر بين لبنان وسوريا. هذه الأجواء الإيجابية انعكست أيضا في تصريحات المسؤولين السوريين. هدف نبيل وسامن هو هدف مشترك، إعادة الدفء والحرارة إلى العلاقات الأخوية السورية اللبنانية. البيان المشترك الصادر عن اجتماع عطري والحريري طلب من اللجنة المشتركة لترسيم الحدود البرية والبحرية مباشرة أعمالها وفق ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت ممكن، كما طلب من لجنة المفقودين الذين يقول بعض اللبنانيين إن عددهم بالمئات إنجاز المهمة المكلفة بها على وجه السرعة، ورفع تقرير مفصل عن أعمالها يتضمن المقترحات التي تساعد في إغلاق هذا الملف. كل ملف له أسسه وله وقته وله لجانه، ولتبحث فهناك مفقودين من الجانبين، سيتم البحث في هذا المجال ووضع الخطوط العريضة لهذا الشيء في وقته طبعا. الوفد الوزاري اللبناني ضم للمرة الأولى وزيرين من حزب القوات اللبنانية الذي يقاطع سوريا منذ سنوات، وهما وزير العدل إبراهيم نجار ووزير الثقافة سليم وردي، لكن الوزير نجار أكد على الصفة الحكومية لزيارته بعيدا عن الصفة الحزبية. أنا لن أدخل في مواضيع سياسية، أصلا لست هنا إلا كوزير للعدل. عطري والحريري والوزراء المشاركون في الاجتماع عرضوا حصيلة ما تم التوصل إليه للرئيس بشار الأسد، الذي أكد على تطوير آليات العمل المشترك لتحقيق التكامل بين البلدين. مناخات إيجابية واتفاقيات متعددة تشمل العديد من نواحي التعاون بين البلدين، والعبرة في التنفيذ خلال الأيام القادمة حول ما اتفق عليه. عساف عبود، BBC، دمشق.